تغلب الشباب على الجرين بنتيجة 91 نقطة مقابل 90، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري التمهيدي لدوري كرة السلة والمقامة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي. وقد شهد اللقاء في أشواطه الأربع منافسة قوية بين الفريقين، إلى أن أبناء الأحمدي استطاعوا أن يحسموا المباراة لصالحهم في الثواني الأخيرة، وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط، بينما أصبح رصيد الجرين 8 نقاط. الكرة مع ألكسندر عبد اللطيف، ضايع منك عبد اللطيف، الاستعجال يا عبد اللطيف، وضايعة من باتمان عبد اللطيف، دخول على السلة، وحلوة منك يا عبد اللطيف.